أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئة الميليشيات الموالية لإيران تزور طهران لتقديم الولاء لخليفة قاسم سليماني. في البصائر نقرأ عن نائب الرئيس الأمريكي السابق وهو يحمل ترامب ما يجري في العراق. في القدس العربي عن مليونية شعبية عراقية ترفض الوصايتين الإيرانية والأمريكية. في العربي الجديد اعتقال السفير البريطاني أثناء مشاركته في احتجاجات بإيران. في كتابات نقرأ عن مسيرات ليلية حاشدة للتنديد باغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي. في العرب اللندنية اعتراف إيراني متأخر بإسقاط الطائرة الأوكرانية في محاولة لتخفيف الخسائر. وفي موقع عربي 21 مقتل جنديين أمريكيين إثر تفجير جنوبي أفغانستان. أهلا بكم. البداية بهذا المقال المنشور بصحيفة البصائر تحت عنوان إيران وثورة تشرين المباركة. كتب إياد عناز يقول: ألقت ثورة تشرين المباركة ضياءها وألقها وأشعتها التحررية لتكون منارا وإشعاعا يحاكي انتفاضة الشعوب المقهورة وأصحاب الحقوق المسلوبة، وتستنهض القوة والشجاعة للنهوض بواقع الشعوب المكافحة، ولتكون منبرا حرا وصوتا صادحا بالحق ورمزا للثوار المؤمنين الصادقين مع الله ثم مع شعوبهم لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم نحو حياة كريمة. المزيد في سياق المادة المكتوبة الصوتية الآتية. هذه هي صفات ثورة تشرين للشعب العراقي، وهي تبدأ شهرها الرابع. وبكل عنفوان وشهامة وشجاعة وإقدام أقضت مضاجع الأعداء والأحزاب والكتل السياسية التي رأت في توحد الشعب العراقي وانطلاق ثورته المجيدة وحضوره الكبير في ساحات وميادين الحرية في المحافظات الوسطى والجنوبية وساحة التحرير بمدينة بغداد والأحياء والأزقة التي يتواجد فيها العراقيون المنتفضون الساعون لحريتهم والمدافعين عن بلدهم نحو الاستقلال الوطني الحقيقي. أمام هذه المنعطفات والمآثر الكبيرة كانت الأدوات الإقليمية ممثلة بالجانب الإيراني ووكلائه يبحثون عن كل الوسائل والطرق التي تؤدي لا سمح الله إلى وأد الانتفاضة الشعبية والثورة العارمة وإيجاد الصيغ الفعالة التي توصلهم إلى أهدافهم ومآربهم الخبيثة في إيقاف الزحف الجماهيري والشعبي لشعبنا الحر الأبي. فمع الانطلاقة الأولى في اليوم المبارك الفاتح من تشرين الأول 2019 بدأت طلائع الثوار تصدح في شوارع ومحلات وأزقة بغداد الحبيبة لتعانق الصيحات المباركة والمسيرات الظافرة لعموم أبناء محافظات الفرات الأوسط والجنوب الأشم لتعلن عن صوت العراق الموحد في مجابهة السلطة الحاكمة وأدواتها ولتدعو إلى نظام سياسي وطني. يتابع إياد العناز في نهاية مقاله بقوله: فشلت الأجهزة الأمنية الإيرانية ومن وراءها من أدوات ووكلاء للحرس الثوري الإيراني من الميليشيات العراقية المسلحة المرتبطة بهم، فشلت بتنفيذ هذين الأسلوبين، وفشلت معها جميع المحاولات للتغطية عن أهداف ومبادئ الثورة المجيدة والانتفاضة الشعبية في العراق. الآن إلى مقال آخر منشور في صحيفة العرب اللندنية تحت عنوان: لماذا خذل عادل عبد المهدي العراقيين؟ عبد المهدي عبر عن مواقف معادية لانتفاضة شباب العراق وهو يعلم بعمليات القتل، ولم يحاسب أحدا، كما لم يوقف مسلسل الاختطافات المستمرة، لأنه وقادة الميليشيات يخشون نجاح أهداف الانتفاضة في تحرير العراق من التبعية لإيران. هذا ما جاء في مقال للكاتب ماجد السمرائي في صحيفة العرب اللندنية.
لا أحد يلوم عبد المهدي على موقفه المتعاطف مع طهران، ولا يستغرب أحد وقوف ممثله الرسمي في التعزية فلح الفياض أمام خامنئي ووصفه له بالسيد القائد، لأنه حقيقة قائدهم ومرجعهم بعد أن غيبوا مرجعيتهم العراقية. لكن المستغرب نسيان عبد المهدي أنه دستورياً هو رئيس حكومة لدولة اسمها العراق، ويتطلب منه هذا الموقع قدراً من الامتثال لشرف المسؤولية الأولى والتعبير عن السيادة قبل الانحياز للموقف العقائدي والولائي لحكام طهران. لم يسمع عبد المهدي تحذيرات المسؤولين الأمريكيين الصريحة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عن مخاطر وتداعيات التدخل الإيراني في العراق، واضطر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للحضور إلى بغداد في أغسطس العام الماضي وإبلاغه إنذاراً أمريكياً لمخاطر الميليشيات التابعة لإيران وتهديدها للمصالح الأمريكية في العراق واستعداد واشنطن لحماية أمن العراق. ولأن الأزمة دائماً ما تكشف قدرات السياسيين وبلاغة تأثيرهم، فقد كشفت هذه الأزمة عن ضحالة المستوى السياسي لعبد المهدي وفقدانه للقراءة المستقبلية المتطابقة مع مصالح البلاد. نضيف ماجد السمراء، أراد عبد المهدي أن يعيد مواصفاته الشخصية المتذبذبة في المواقف والآراء عبر تاريخه السياسي وخلال الأزمة الحالية حول التماهي مع الموقف الإيراني على حساب العراق لكي يقرر بقائه برئاسة الحكومة. وقد نشد البرلمان في خطبته الأخيرة بدعم حكومته رغم أنه أعلن استقالته مع طاقمه الحكومي. إلى مقال منشور في صحيفة الزمان بعنوان المدخل من ساحة التحرير، كتب جليل وادي يقول: انتهت الأزمة الإيرانية الأمريكية وعادت الأمور إلى طبيعتها وكل شيء على ما يرام بحسب تعبير ترامب. وحصل الرد: ولا نريد التصعيد على حد قول وزير الخارجية الإيراني ظريف. وأدركت جميع الأطراف الرسائل الظاهرة والمبطنة التي انطوت عليها الأزمة، وكل عرف حجمه، ولكن ماذا عن العراق؟ مقال الكاتب جليل وادي في صحيفة الزمان العراقية. اتضحت الحيرة التي كانت عليها حكومة تصريف الأعمال التي يقودها السيد عبد المهدي والضعف الكبير الذي كانت عليه، بحيث تعذر عليها الوثوق بأي قرار يمكن اتخاذه، فالتزمت الصمت حيال ما يجري أو تكرار ما يردده الآخرون أو نقل الرسائل بين الأطراف المتأزمة. وأفرزت الأزمة انقساماً حاداً في مواقف الرأي العام العراقي والشركاء في العملية السياسية إزاء ما يجب أن يكون عليه موقف العراقي حفاظاً على سيادته وتأميناً لمصالحه. وبعيداً عن طرفي الأزمة إيران وأمريكا، فإن الأزمة بالنسبة للعراق يفترض أن تكون مفترقاً فاصلاً بين مرحلتين يعاد في ضوئه تقييم معطيات الواقع وتشخيص مواضع الخلل واختيار البدائل المناسبة للمستقبل، خاصة وأن ارتباط العراق بطرفي الأزمة مازال قائماً. إذ أكدت الأزمة بالأدلة والوقائع أن العراق عبارة عن مجموعة دويلات تقودها أطراف ترتبط بشكل أو بآخر بقوة دولية، دفعتها الأزمة صراحة إلى ابتلاع الدولة ووضع الحكومة خلف الظهر، فانفردت بمواقفها وسلوكها بناء على تقييمات ذاتية وخبرات محدودة وضغوطات من هذا الطرف الأجنبي أو ذاك، ولم تأبه بأي حال للمصلحة الوطنية. وختم جليل وادي مقاله قائلاً: لقد كشفت الأزمة بين أمريكا وإيران أن أطرافاً حزبية أقوى من الدولة في العراق وتقع خارج سيطرة الحكومة، بل تخشى الحكومة مواجهتها، ارتكبت هذه الأطراف فعلاً آثماً، وما أكثر الأفعال الآثمة بحق العراقي والعراقيين. إلى مقال رابع منشور بصحيفة المدى، قناطر: هؤلاء القتلة من لهم؟ طالب عبد العزيز يكتب: هؤلاء القتلة من لهم؟ أعداد قتلى التظاهرات في تصاعد شبه يومي، وبكل تأكيد لن يكون مقتل مراسل قناة دجلة الفضائية في البصرة الزميل أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي لن يكون في نهاية القائمة. من ينصر القتلى في العراق؟ سؤال يطرحه الكاتب طالب عبد العزيز في مقاله المنشور بصحيفة المدى.
ميليشيات الدولة العميقة ما زالت سادرة في غيها، لا يلجمها أحد ولا يعتقدن أحد بأن دولة عادل عبد المهدي منتهية الصلاحية غير متناغمة مع حوادث القتل اليومية أبداً، فهي تطيل عمرها بدم الشباب المتظاهر منذ بداية تشرين الأول إلى اليوم. لم يكن أحمد عبد الصمد إلا صوتاً وطنياً خالصاً ولسان حال ملايين العراقيين الذين يطالبون بوطن حقيقي يحترم أبناءه ويتطلعون كما ملايين البشرية إلى حياة حرة كريمة، وهذه بغية كل فلسفة إنسانية وكل دين سماوي وكل جماعة عاقلة. وهنا يخطئ من يعتقد بأن أحمد عبد الصمد إنما قتل بسبب المقطع الذي تحدث فيه عن التظاهرات الأخيرة. أبداً، كان أكثر من ذلك، فقد تناول في مقاطع كثيرة الخراب العام في المدينة وتحدث عن مافيات الفساد والجريمة وسرقة المال العام عبر عشرات المشاريع الوهمية. كان صوتاً بصرياً حقيقياً أنسته وتناغمت معه مئات الآلاف من حناجر البصريين والعراقيين. واضح أننا نتعرض لأكثر وحوش الأرض ضراوة، لذا باتت الرعاية الأممية ضرورة ملحة لنا. في نهاية مقاله القتلة من لهم، طالب عبد العزيز يختم المقال بقوله: قتلة ووحوش يفتكون بنا ونحن لا نملك إلا راياتنا البيض، لا أصواتنا المنادية بالحياة والخبز والحرية، لقد أصبح العيش في البلاد بلا معنى وهو مجازفة لا طائل منها، ذلك لأن الدولة بكامل مؤسساتها تعرف القاتل وهي والغة بدم أبنائنا لكنها تمارس الكذبة والنفاق. إلى نيويورك تايمز الآن، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً لإليسا روبين مديرة مكتبها في بغداد، تقول فيه مؤكدة أن العراق يوجد بين شقي الرحى في ظل احتدام التوتر بين الولايات المتحدة وإيران الذي بلغ ذروته إثر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني كما تصفه الصحفية في نيويورك تايمز، وتقول إنه قتل بقصف أمريكي قرب مطار بغداد الدولي. المزيد في سياق المادة التالية. أكدت الكاتبة تصويت البرلمان العراقي بعد حادثة مقتل سليماني لصالح إجلاء القوات الأمريكية، وفيما بدت رسالة من حلفاء طهران في بغداد، فإن بعض المسؤولين العراقيين يرون أنها ستكون وبالاً على العراق من كل النواحي، وفي مقدمتها الاقتصادية والأمنية وعلى رأسها عودة تنظيم الدولة. وتشير إلى أن العقوبات الاقتصادية التي توعد ترامب بفرضها على بغداد في حال جلاء القوات الأمريكية كما تريد طهران وأتباعها في العراق لن تطال العراق وحده، بل ستمتد تأثيراتها إلى إيران أيضاً نظراً لتشابك اقتصاد البلدين، بل والاستفادة التي تحصل عليها طهران أكثر من بغداد. وإن لم تركز الصحيفة على هذا البعد، فإن استفادة إيران من الوجود الأمريكي في العراق كان أساساً عندما أسقطت نظام صدام حسين الذي كان شوكة في حلق نظام الولي الفقيه، وجاءت بحلفاء طهران للحكم في بغداد. واللافت حينها أن واشنطن بررت غزو العراق تحت الزعم الكاذب لامتلاك نظام صدام لأسلحة دمار شامل وبرنامج نووي والذي كانت تعلم أنه غير موجود، فيما كانت طهران حينها تطور برنامجها النووي. إليسا روبين بتقريرها المنشور بتايمز نيويورك تايمز تضيف إن مسؤولين عراقيين بارزين ودبلوماسيين وباحثين ذكروا أن جلاء القوات الأمريكية سيجبر العراق على الارتماء في أحضان إيران، مما سيحرمه من الدولارات الأمريكية ويعزله عن الغرب، أي عن العراق تتحدث. المقال الأخير الآن وبعنوان: هل انتهى الدور الإيراني في المنطقة أم هو باق ويتمدد؟ كتب الدكتور فيصل القاسم، يقول: بعد تصفية أمريكا للقائد الإيراني قاسم سليماني بدأ الحديث يتردد في وسائل الإعلام والأوساط السياسية والعربية والدولية عن بداية نهاية المشروع الإيراني في الشرق الأوسط، لكن ما مدى صحة هذه التكهنات والتوقعات؟
يتساءل فيصل القاسم في مقاله. هل دخلت إيران إلى سوريا وتغلغلت في كل مفاصل الدولة بينما كانت أمريكا وإسرائيل نائمتين؟ هل وصل قاسم سليمان إلى الحدود الإسرائيلية السورية لسحق جماعات المعارضة السورية رغماً عن أنف الأمريكي والإسرائيلي؟ هل كانت الأقمار الصناعية الإسرائيلية معطلة ولم تلمح عشرات الجماعات الشيعية التي شحنتها إيران إلى سوريا لدعم النظام؟ لقد كانت أمريكا وإسرائيل تشتكي من حزب الله اللبناني، فكيف سمحتا لإيران بإدخال عشرات أحزاب الله الجديدة إلى سوريا المتاخمة لإسرائيل المقدس الأول في الاستراتيجية الأمريكية؟ وحتى حزب الله اللبناني نفسه ماذا فعل بعد حرب 2006 المبرمجة سوى حماية الحدود الإسرائيلية؟ وحدث ولا حرج عن التغلغل الإيراني في اليمن، هل دخلت إيران اليمن ولم يلمحها الأمريكي؟ أم أنها دخلت بضوء أخضر أمريكي لدعم الحوثي لأهداف تخدم مصالح الأمريكي في الخليج على صعيد استنزاف دول الخليج وترهيب الخليجيين بالبعبع الإيراني؟ فيصل القاسم يقول إن الاحتلال الإيراني للعراق وسوريا ولبنان واليمن كله مرهون بالمباركة والضوء الأخضر الأمريكي، فهل يعقل أن إيران يمكن أن تضحي باستثماراتها التاريخية في دمشق وبغداد وبيروت وصنعاء وتحارب أمريكا من يمكنه أن يصدق بنشوب حرب بين الأجير الإيراني والمعلم الأمريكي؟ منح رئيس شركة تدريب لموظفيه المدخنين حافزاً لمحاولة التخلص من هذه العادة عن طريق مكافأة غير المدخنين بأربعة أيام إجازة سنوية إضافية في السنة. وقال المدير دون برايزن إنه لاحظ أن موظفيه الذين يدخنون يقضون ما يصل إلى ساعة كل يوم في استراحات التدخين، ويبقى غير المدخنين خلال ذلك الوقت على مكاتبهم مستمرين بالقيام في مهامهم بحسب تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية. وبرايدن الذي يدير شركة الخدمات اللوجستية كي سي جي للتدريب في ستراتون بمقاطعة ويلتشير البريطانية قرر بدء هذا العام بسياسة جذرية جديدة. برايدن يقول إنه عندما أصدر هذا القرار قال بعض الموظفين لديه إنهم لن يدخنوا بعد الآن، لكنه علق قائلاً إذا كان بإمكانكم الإقلاع عن التدخين لمدة 12 شهراً فسنمنحكم أربعة أيام إضافية. ما رأيكم بهذه الفكرة؟ أظنها جيدة وربما كان بمقدور الكثير أن يطبقوها. الآن نذهب وإياكم إلى الكاريكاتير. هذا ختام صدى الأقلام. مشاهدينا الكرام، طاب نهاركم وإلى اللقاء.